اشوفك بعدين. تاكل يا وحش، كل يا حبيبي ما تتكسفش. ولا ابوكي ده اللي قاعد مكتوم طول القعدة؟ مش كفاية لك انا عايز يعمله؟ طب ايه يا محسن؟ انت هتفضحنا قدام السواق ولا ايه؟ على جنب هنا يا اسطى والنبي، على جنب هنا يا اسطى. حاضر حاضر يا بيه، بس اعرف اركن. حاضر، ثواني ثواني. الباب ده ما بيفتحش ولا ايه؟ استنى ساعة البيع هفتح لك اهو. وايه الموضوع بالظبط؟ انت كنت حابسنا ولا ايه؟ لا يا بيه، اسلوكة مكسورة والاكرة الايطالي وصلت 100 جنيه دلوقتي. 100 جنيه؟ ليه يعني؟ ويا ريت لقينا يا سعادة البيع. طب استنى، ادي 120 جنيه والاكرة دي لازمة. بس انا محتاجها برضه يا سعادة البيع. كمان 10 جنيه اهي. ها؟ اتكل على الله. شكرا يا سعادة البيه. حتة البتاعة دي ب 130 جنيه، ليه إن شاء الله هتعمل بيها إيه دي؟ هعمل بيها إيه؟ هفهمك بعدين، تعالى. مالك يا غالي؟ شكلك تعبان. هو أصلا ما بنامش كويس اليومين دول. ولا أنا. ولا أنت. طب ما تاخدي إجازة من شغلك في الفندق لحد ما الامتحانات تخلص. ما ينفعش، محتاجة فلوس، إخواتي مصاريفهم كتير قوي. إزيكم؟ إزيك يا إيهاب؟ إزيك يا كابتن؟ عايز اتكلم معاكي. مش هينفع نستنى اكتر من كده، لازم نتجوز بره. طب وبابي؟ احنا عملنا اللي علينا وحاولنا ناخد موافقته، هو اللي مرضيش. انا من غيرك هضيع يا مره. يا اخي انا مش موافق على اللي بيحصل ده. المفروض يتجوزي رسمي، يبقى رسمي تجوز العرف والقرف ده. انا حاولت اقنعهم وهم دماغهم كده. انت كمان الاستاذ عايز اديها الورقتين عشان تحس انها حره. حره؟ وهي وافقت على الكلام ده؟ وافقت. بقول لك ايه، اربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه وامضي لي هنا. ايهاب، مروه، اتفضلوا يا اخوان. مبروك يا ريس. طب ما يمضوا. لازم تعرف ان الاعلان جزء مهم من اركان الجواز العرفي. يعني لو حد سألني مش هداري. مش هداري، والنبي من غير ما حد يسأله. هيسيح لكم، هيسيح لكم، اطمنوا. مبروك يا عروسة. خلي بالك من الورقة دي. قومي، عايزك تجيب الشربات. قوم قوم قوم. مبروك يا بابا. مبروك يا مارو. بتعيطي ليه بس يا مرة؟ كان نفسي ماما تكون موجودة في يوم زي ده. كان نفسي ألبس فستان الفرح وهي اللي تلبسه لي. مش هخاف، ما تزعليش. احنا لسه بنبتدي حياتنا. ها؟ توحشيني. أكلمك أول ما أوصل. مساء الخير. بابا، في واحدة اسمها مايا كلمتك كذا مرة. لو اتصل التاني يقول لها مش موجود في أي وقت. مين مايا؟ في واحدة كده صاحبة سليم. إيه؟ أنت كويس؟ ما كفاية بقى، ما تسيبيه في حاله. أنت محموق كده ليه؟ هو ده أول واحد؟ بس ده صاحبي، وقلت لك إنه ملوش في الجو ده. أهو بقى ليه؟ وبعدين أنت مقفرها ليه؟ ده شغل. وده اللي بيصرف عليا وعليك. ولو ما روحتش تجيبه انا هروح له وهقول له صاحبه الانتين بيعمل ايه.
انت كويسه؟ في ايه بسالك انت كويسه؟ اصل عمرك ما سالتني السؤال ده يا بابا. مش واخد بالك. انا كويسه. وازاي صاحبتك حنان بتشوفيها؟ اكيد مش معايا في الكليه. واخوها ايهاب بتشوفيه؟ لا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا سمعت استاذ عناب انت السيطره هنا كلها. تحت امرك. بقول لك يا اسطى، تعرف تخلط لي اكره زي دي؟ بس دي هتاخد شغل جامد قوي يا اسطى. البركه فيك، انت كل في الكل هنا. ماشي. اصل حسين جاي. اصل حسين جاي. امر يا اسطى، تعرف تخلط لي واحده زي دي؟ صراحه هو صعب، بس حاول يا اسطى. يلا توكل على الله. امرك يا اسطى. و الصلاة على النبي كده، هتكلفني الحتة بكام؟ 90 جنيه. 90 جنيه يا حاج؟ تتباع في السوق 100 جنيه. يعني أنت لاقيها أصلاً في السوق؟ بقول لك يا حاج، من الآخر كده 100 حتة والحتة ب 50 جنيه، قلت إيه؟ استبينا. قول مبروك. بقول لك يا عم، الست دي شكلها مش مظبوط، وأنا ماليش في الجو بتاعكوا ده. وبعدين أنا خلاص اتجوزت. اتجوزت؟ مرة؟ معلش، أصل الموضوع جه فجأة كده. ودي عايزاني في إيدي؟ شغل. شغل؟ بجد والنبي؟ هتشغلني ايه؟ مش عارف. قابلها لو ما عجبكش الشغل ارفض. اوعى تكون عايزه تشغلني دي جي زيك. ده طول يا اب. ازيك يا طارق؟ قاعده في الهلومه دي لوحدها؟ قاعده في الهلومه دي لوحدها. اهلا اهلا. ازيك يا امان؟ ازي حضرتك؟ عشان اشوفك لازم استصنع سليم. لا ازاي، انا بس الفتره اللي فاتت دي كنت مشغول شويه. كنت فاكرك بتهرب مني. معقول؟ ده انا كنت لسه بقول لسليم انا بعز حضرتك قد ايه. مش كده يا سليم؟ صح، لسه قايل لي كده دلوقتي. طيب اتفضل ثانيه خدي اهي دول 10000 جنيه مبلغ تحت الحساب. حساب ايه؟ انا مش فاهم حاجه. شو جابوا لك رمز ودول تحل بيهم كل مشاكل، وهتبقى تقسطهم من مرتبك لحد ما يحضر لك العقد بعد يومين ثلاثه. مش تقولي له هشتغل ايه الاول؟ طب مش انت تجيب حاجه لإيهاب يشربها الاول؟ هنا يعني ممكن اعرف اشتغل ايه؟ هتشتغل مع رمزي طبعا، ده رجل اعمال كبير وعنده 100 شغلانه وشغلانه، وكلها يومين ثلاثه ويرجع من السفر. ممكن بقى تمضي لي هنا؟ الحقيقه ده كتير قوي، انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. انت تستاهل اكتر من كده يا ايهاب. معلش بقى هلو، يعني لما مد ايدي على الحصال ده انا حاسس ان شاء الله المشروع ده هيبقى فاتحه خير علينا. لولا اني عارفه انك شاطر ما كنتش اديتهم لك ابدا. يا بنتي ده انا حاسس ان هو ده اللي هيعمل لنا النقله الكبيره اللي بنحلم بيها. ماشي يا حبيبي. سلام. انت رايح فين بقى؟ مش تفهمني. مفاجأة. هو النهاردة يوم المفاجآت. خرجت من الجامعة لقيتك في وشي، مفاجأة. خطفت مني المفاتيح وأصريت تسوق عشان انت اللي عارف السكة، مفاجأة. ودلوقتي مش عايز تقولي رايحين فين عشان تبقى مفاجأة. هو في ايه بقى؟ مش قلتلك مفاجأة؟ شقتنا هي دي المفاجأة. مجنون. ايه رايك؟ على ورقة اوضة النوم. مش تفهمني الاول شقتنا ازاي؟ تعالي افهمك. انا اشتغلت وقبضت عربون، رحت مأجر الشقه ودفعت شهرين مقدم. خبر زي ده مش مفروض تقوله لي اول ما تشوفني؟ المهم اني قبضت وأجرت الشقه. بقينا لوحدنا.
حنان عزك ازيك وحشتيني انت فين؟ انا كنت في المحاضره. انا النهارده جاي عازمك على الغدا عند ابو سيد الدمياطي وبالمناسبه دي متكلم على العفش. اصل انا مستعجله قوي عايزه ورايا مذاكره قد كده. بص انا هاكل في البيت وبعدين اقعد اذاكر شويه ونبقى نتكلم. انت قصدك تقولي يعني اللي انا معطلك على المذاكره ولا ايه؟ انا ما قلتش كده يا حبيبي. طب على العموم جاي اقول لك ان انا ربنا كرمني وحوشت قرشين حلوين نعرف نجيب الدبلتين والمحبس. قصدك ايه؟ قصدي انا عايز ميعاد مع الست الوالده ومع إيه.